السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحل محافظة القاهرة صفحة 52 و53 من كتاب المعاصر الصف الثاني الإعدادي جبر. أول سؤال أجب عن الأسئلة الآتية، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطى. العدد غير النسبي المحصور بين 2 و3، عايز عدد غير نسبي محصور بين 2 و3. الأعداد الغير نسبية المحصورة بين 2 و3، عايز أجيب العدد اللي ما بينهم. اعمل ايه؟ باخد الجذر التربيعي، باخد الجذر للعدد اللي عندي، وباخد الجذر للعدد التاني، بدخل العدد تحت الجذر، باخد الاتنين وادخلها تحت الجذر. تعال نحلها بره. الاتنين لما دخلها تحت الجذر يبقى كانت اصلها 4، والتلاتة لما دخلها تحت الجذر كانت اصلها 9. يبقى بدخلها تحت الجذر ازاي؟ بضربها في نفسها، يعني الاتنين في 2 ب4، لما اخد جذر الاربعة يديني 2، والتلاتة في 3 يديني 9، اما اخد جذر التسعة يديني 3. عايز الاعداد اللي ما بين جذر 4 وجذر 9، عندي جذر 5 وعندي جذر 6 وعندي جذر 7 وعندي جذر 8، دي كلها ايه؟ اعداد غير نسبية. ليه غير نسبية؟ لان هي جذور، تمام كده؟ طيب تعالى هنا، طبعا هي ملهاش جذر عشان كده بقول عليها العدد غير النسبي. هنا هنلاقي الجذر 7 هو العدد المحصور ما بينهم، جذر 7. يبقى عملت ايه؟ خدت الاتنين ضعفتها، 2 في 2 دخلتها تحت الجذر، دخلتها تحت الجذر بقت بجذر 4، دخلت التلاتة تحت الجذر بقت بجذر 9. طيب انا مش عارفة، ممكن تفك ده وتفك ده وتفك ده؟ طبعا ده لأ وده لأ، لان هو بقول لي العدد غير النسبي. ده كده اسمه، ده هتاخده في السنة وان شاء الله، وده عدد صحيح وكسر وعايز العدد غير النسبي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. مجموعة حل المتباينة سالب س أصغر من 2 في ح، عايز حل المتباينة وعايز الفترة. تعال نحل المتباينة الأول. سالب س أصغر من 2، طبعا س ما بتحبش أي حد جنبها، لا عدد ولا إشارة، فعايز أخلص من الإشارة اللي جنبها. هقسم على سالب 1 للطرفين، هقسم هنا على سالب 1 وهنا على سالب 1. السالب كده هيروح مع السالب، وسين على 1 هيديني سين. اول ما اقوله بالقسم على عدد سالب بعكس اشارة التباين، كانت اصغر خليها اكبر، وان كانت اكبر خليها اصغر، تمام كده. اقسم 2 على سالب 1 هيديني سالب 2. عايزة بقى الاعداد، عايزة مجموعة الحل. ميم ح، ميم ح بتساوي، طبعا عندي الاجابة هتكون فترة. هنا العلامة أكبر من ما عنديش يساوي، يبقى الفترة هتبقى مفتوحة. هبدأ بالصغير، من عند الصغير الأعداد السالبة، أدي فترة مفتوحة من أول سالب 2. هو بيقول لي الأعداد اللي أكبر من سالب 2، الأعداد اللي أكبر من سالب 2 اللي هي إيه؟ الأعداد اللي أكبر من سالب 2 ممكن نعملها لك على خط الأعداد لو أنت منتش عارف الأعداد اللي أكبر من سالب 2. طبعا في السوالب بنمشي بالعكس، أدي عندي هنا مثلا الصفر، وهنا السالب 1، هنا الصفر، هنا سالب 1، هنا سالب 2، هنا سالب 3، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4. بيقول لي ادي السالب 2 مفتوح اهي، وعايز الاعداد اللي اكبر منها، يعني احنا رايحين على الاعداد اللي اكبر منها الى ما لا نهايه الموجبه. خلاص، يبقى سالب 2 وما لا نهايه الموجبه، وطبعا ما لا نهايه مفتوحه، يبقى سالب 2 وما لا نهايه مفتوحه. فين سالب 2 ما لا نهايه مفتوحه؟ اهي، طبعا بيبدا بالصغير. السؤال اللي بعده. مكعب حجمه 64 سنتي تكعيب، عايز مساحته الجانبيه. طبعا حجم المكعب باخد الجذر التكعيبي، باخد الجذر التكعيبي هيديني الايه؟ الحرف. لما اخد الجذر التكعيبي لل 64، يعني عايزه حاجه اضربها في نفسها 3 مرات وتكون شكل بعضها تدينا 64. طبعا عندي ال 4، 4 في 4 ب 16، وال 4 في 16 ب 64، يبقى عندي الحرف بكام؟ ب 4، تمام كده. هو عايز المساحه الجانبيه، قانون المساحه الجانبيه 4 لام تربيع، 4 لام تربيع. عندي الأربعة هي ثابتة في لام تربيع اللي هو الحرف، هضربه في نفسه مرتين، 4 في 4 هتديني هو نفس الناتج 64، 4 في 4 ب16، بس دي مساحة تديني بالسنتي تربيع. ونشوف السؤال اللي بعده. العلاقة 2 س + 7 ص بيساوي 14، يمثلها مستقيم يقطع محور السينات. يقطع محور السينات يبقى الصادات بتاعتنا بصفر، يقطع محور السينات يبقى الصادات بصفر. خلاص، أنا دلوقتي بقى كده عرفت إن الصادات بصفر، يعني ده صادات بصفر، ده لا،
ده لا، يبقى هنا او هنا. هنحل العلاقة الاول، يقطع محور السينات يبقى الصاد بصفر، يعني دي كلها هشيل الصاد وهعوض عنها بصفر. تعال نحلها بره، ادي 2 س موجب 7، شيل الصاد حط صفر، طبعا هي جنبها يعني مضروبة، بيساوي 14. بقت الاتنين س زائد السبعة في صفر بصفر بيساوي 14. بقت الاتنين س خلاص كده 14 لوحدها. انا عندي هنا الاتنين س، س ما بتحبش حد جنبها، قدامها اتنين ده شبكة فيها يعني مضروبة، يعني هتخلص منها بالقسمة. هنا اتنين ما تروح مع الاتنين، يبقى س 14 على الاتنين هتديني 7. يبقى عندي الايه العلاقة 7 و0، 7 و0. السؤال اللي بعده سؤال رقم 5، الوسيط للقيم. الوسيط العدد اللي موجود في النص، الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، لكن الوسيط العدد اللي في النص بعد الترتيب. تعال نشوف، ادي الترتيب، ادي 4 الصغيرة، بعديها 22، بعديها 23، بعديها 25، ادي 4 22 23 25. احنا خدنا كده، ده عندي هنا 34، نكتبها بقى بره، ادي 4 22 23 25 24 34 40. وتعالى نشوف، بسم الله، هنا اللي في النص الوسيط اللي هو في النص، ده قبل ده، ده قبل ده، عندي 2، هيبقى معايا عددين. اعمل ايه لما يكون عندي عددين مش عدد واحد؟ هجمع واقسم على 2. هاخد ال 23 مع ال 25 وهقسم على ال 2. 5 و3 8، و2 و2 4، على 2 يديني، اقسم ال 48 على فردين يديني 24، يبقى العدد عندي 24. ونشوف السؤال اللي بعده، المعكوس الضربي للعدد جذر 6. المعكوس الضربي يعني بشقلب، المعكوس الضربي يعني بشقلب. هشقلب ازاي؟ هخلي الستة فوق وجذر التلاتة تحت، وما ينفعش خالص حاجة اسمها جذر تلاتة تحت. طب اعمل ايه لازم اتخلص من الجذر؟ اتخلص من الجذر، هضرب في جذر تلاتة فوق وجذر تلاتة تحت. تعال نضرب 6 في جذر 3 ب6 جذر 3، جذر 3 في جذر 3 هتديني 3. طبعا دي مش ابسط صورة فلازم ابسطها، عندي 6 وعندي 3 هتديني 2 جذر 3، 6 على 3 2 وجذر 3 زي ما هو. ونشوف سؤال اكمل، اكمل مكان النقاط، عندي فترة مغلقة 3 و4 فرق 3 و5، ودي فترة ودي مجموعة. طبعا لما يكون عندي فترة فرق مجموعة يبقى الاجابة لازم تكون فترة، فترة فرق مجموعة يبقى الإجابة لازم تكون إيه؟ فترة. طيب أنا عندي يعني إيه فترة 3 و4؟ 3 الفترة فيها أعداد لا نهائية من الأعداد النسبية، ليه؟ عندي 3 1 من 10، 3 2 من 10، 3 5 من 10، 3 6 من 10، 3 7 من 10، كل دي أعداد محصورة ما بين ال 3 وال 4. هو بيقول لك بقى إيه اللي موجود هنا مش موجود هنا؟ إيه اللي موجود هنا مش موجود هنا؟ أنا موجود عندي 3 وهنا موجود عندي 3، خلاص يعني خرج ال 3 بره. يعني إيه؟ يعني لما يكون عندي عناصر، ده اسمه عنصر وده اسمه عنصر، لكن دي فترة يعني أعداد لا نهائية من الأعداد. هشيل ال 3 وهشيل الإيه؟ الخمسة. هشيل ال 3 من الفترة وهشيل الخمسة من الفترة. أشيل ال 3 يعني افتح لها الباب، أدي كده شلت ال 3، هي كده كده موجودة هنا وموجودة هنا، وهو عايز اللي موجود هنا ومش موجود هنا. تمام كده؟ طيب الخمسة انا اصلا ما عنديش خمسة، يعني ماليش دعوة بها، يعني احنا خلينا مع الاربعة اللي موجودة زي ما هي مغلقة، ما غيرش فيها حاجة. السؤال اللي بعده، جذر 9 + 16 بيساوي 3 + نقط. لازم احل الجمع والطرح تحت الجذر الاول، احل الجمع والطرح تحت الجذر. 9 و16 هتديني جذر 25، جذر 25 بخمسة. 3 + كام يديك الخمسة؟ 3 و2 يديني 5، وده سؤال من سنة اولى. ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات، محور السينات بيساوي 0، طب محور الصادات غير معرف. نشوف السؤال رقم 4، اذا كان المنوال للقيم 4 11 8، 2 س هو 8، فان س بتساوي، المنوال هو الاكثر تكرارا والاكثر شيوعا، يعني الرقم اللي اتكرر كتير. هو بيقول لي المنوال ده هو طلع عندي ب8، يعني الرقم اللي اتكرر هنا هو ال8. ادي 8 يعني ديت اللي فيها مجهول اللي هو س بتساوي برضو 8، يعني الاتنين س ب8.
طب السين الواحدة السين ما بتحبش حد جنبها، يبقى اقسم على الاتنين هنا وهنا، يبقى سين بتساوي الا اضربه في اتنين يديني تمانية، الاتنين في اربعة، او اقسم هنا على الاتنين وهقسم هنا على الاتنين هتديني الاربعة. سؤال رقم خمسة، اصغر عدد اولي. اصغر عدد اولي هو الاتنين، وده اولي زوجي. طب اصغر عدد اولي فردي هو التلاتة. اذا كان الزوج المرتب خمسة واتنين يحقق العلاقة. يعني ايه يحقق العلاقة؟ يعني ده سين وده صاد. اقدر اشيل سين واحط قيمتها، واقدر اشيل صاد واحط قيمتها، لانه هو قال لي بيحقق العلاقه. سين زائد اتنين صاد بيساوي كاف. تعالى بقى نحلها بره. هنا بيقول ادي السين زائد اتنين صاد بيساوي كاف، وعايز قيمه الكاف، وبيقول لي عوض عن السين بكام وكام؟ بخمسه واتنين. ادي الخمسه هنعوض عن السين، هقول له خمسة واتنين تحقق العلاقة، يعني دي سين ودي ايه؟ صاد. شيل كل سين وحط قيمتها، شيل السين وحط خمسة، زائد شيل الصاد، الصاد معاها اتنين، اتنين دي يعني مضروبة، الصاد شيل الاتنين بيساوي ده كله بيساوي كاف. اجمع ولا اضرب؟ لا اضرب الاول، اتنين في اتنين باربعة، واجمع عليها الخمسة يديني تسعة، يبقى قيمة الكاف بكام؟ بتسعة. ونشوف السؤال اللي بعده. بسم الله. اختصر لأبسط صورة، عايز اختصر لأبسط صورة، نكتبها بقى بره. ادي جذر 18 زائد جذر التكعيبي ل16 ناقص 6 جذر 2 ناقص جذر التكعيبي ل2. وتعالى نبدأ. بسم الله. اول حاجة باخد الجذر ل18، عايزة حاجتين اضربهم في بعض كلهم جذر تربيعي، لازم يكون لها جذر تربيعي. عندي حاجات كتير بتديني 18 بس لازم يكون لها جذر تربيعي، فانا هاخد الاتنين في تسعة. الاتنين في تسعة، التسعة لها جذر تربيعي؟ اه لها جذر، التلاتة في تلاتة، يعني انا ممكن اخرج التسعة من تحت الجذر تطلع بكام؟ بتلاتة. زائد هاخد الستاشر، ولازم هنا يشترط ان يكون معايا جذر تكعيبي مش تربيعي، يعني حاجة اضربها في نفسها تلات مرات وتكون شكل بعضها. عندي الاتنين في تمانية بستاشر، التمانية لها جذر تكعيبي. يعني ايه تكعيبي؟ يعني هقول له اتنين في اتنين في اتنين، ده هيديني تمانية، يعني التمانية ده خارجة من تحت الجذر باتنين واحدة بس. ناقص انا عندي هنا ستة على جذر اتنين، ما عنديش حاجة اسمها جذر تحت في المقام، لازم اشيل الجذر اتخلص من الجذر بايه؟ بالضرب في جذر اتنين في البسط والمقام. ناقص جذر تلاتة، دي مفيش فيها اي حاجة، هتنزل زي ما هي. ونشوف نبدأ ايه نختصر. جذر تسعة هتطلع برة بتلاتة، وجذر اتنين تفضل زي ما هي. زائد الجذر التكعيبي للتمانية هيطلع برة باتنين، جذر التكعيبي للاتنين، اتنين تفضل زي ما هي. ناقص هنضرب هنا الستة في جذر اتنين بستة جذر اتنين، على جذر اتنين في جذر اتنين باتنين، ناقص جذر التكعيبي للاتنين تفضل زي ما هي. ونبدأ نشوف نقدر نختصر حاجة تانية ولا لأ. تلاتة جذر اتنين هتنزل زي ما هي، مفيش عندي حاجة أعملها. زائد اتنين جذر التكعيبي، ده أبسط صورة، ما عنديش حاجة تتفك. ناقص عندي ستة على اتنين هتديني تلاتة جذر اتنين، ناقص جذر التكعيبي للاتنين. ونبدأ نشوف لو في حدود متشابهة نختصرها. تعالى نشوف، عندي هنا تلاتة جذر اتنين وسالب تلاتة جذر اتنين العدد ومعكوسه الجمع، ده كده مع السلامة هيروحوا مع بعض. هناخد موجب اتنين جذر تلاتة سالب جذر التكعيبي للاتنين، اتنين ناقص واحد، موجب وسالب شرط الكبير وهنطرح. اتنين ناقص واحد واحد، والواحد ما بيتكتبش، تمام. بقى معايا جذر التكعيبي للاتنين، يبقى الناتج عندي جذر تكعيبي للاتنين، يبقى هنا الناتج جذر التكعيبي للاتنين. ونشوف السؤال اللي بعده. اذا كانت س بتساوي الفترة المغلقة سالب اتنين واتنين، وص بتساوي فترة مغلقة صفر، وفترة صفر مغلقة، والاربعة عندي هنا مفتوحة، فاوجد مستعينا بخط الاعداد. عايز التقاطع والاتحاد والفرق. يعني ايه التقاطع؟ يعني المشترك، المكان اللي اشتركوا فيه هما الاتنين، الاعداد اللي اتكررت فوق وتحت. طيب ويعني ايه اتحاد؟ الاتحاد قوة باخد من اليمين لليسار على خط الاعداد من اول ما بدأت لاخر حاجة. الفرق يعني ايه اللي اتوجد في السين ما لقتهوش في الصاد. تعالى نشوف، نرسم الاول وبعدين نجيب التقاطع. بسم الله. طبعا انت هترسم بالمسطرة
ادي خط الاعداد. بسم الله. عندي هنا الفترة سالب 2 و2، يعني اول حاجة عندي سالب 2 وعندي في النص الصفر. تمام، سالب 2 تمام كده، ادي سالب 2 هنا اهو، ادي سالب 2 اهي، بعديها عندي هيبقى طبعا في النص هنا الصفر، وعندي 2 موجبة، ادي 2 موجبة، وعندي ادي 4 اخر حاجة 4. تمام، تعالى بقى نرسم. هنحل السين فوق وخلي الصاد تحت. السين سالب 2 مغلقة، سالب 2 مغلقة، ادي سالب 2 واغلقها ضلمها لحد مين؟ لحد الاتنين برضو مغلقة. تمام، والاعداد اللي ما بينهم لان دي فترة يعني كل اللي موجود معانا، وظلل، ودي اقول عليها سين، ده كده اسمها سين. عايزة ابقى الصاد هاخد من اول الصفر، والصفر مغلق، ادي الصفر مغلق لحد مين؟ لحد الاربعة، لكن الاربعة مفتوحة ما تغلقهاش، وهنوصل. والاعداد اللي ما بينهم دي بقول عليها صاد. كده احنا رسمنا الفترة. تمام كده، يبقى احنا عملنا السين فوق والصاد تحت، دي مغلقة دي مفتوحة. خلاص، تعالى بقى نحل التقاطع والاتحاد والفرق. بسم الله. اول حاجة سين تقاطع صاد، عايزه التقاطع اللي اشتركوا فيه، المشترك فوق وتحت، الجزء اللي اتكرر فوق وتحت اهي. هنا من اول هنا اهو، ادي خط اهو، وادي خط اهو، ده جزء اتكرر هنا واتكرر هنا. اسمه ايه بقى؟ اسمه صفر وايه واتنين. صفر واتنين، الصفر كان عامل ايه؟ كان مغلق، اغلق، ادي الصفر، وادي الاتنين، والاتنين مغلقين. تمام، مفيش اشكال عليه التقاطع، مفيش منه مشكلة. احنا عندنا بنغير في الفرق بس، لكن التقاطع مفيش مشاكل. طب الاتحاد لما يقول لي سين اتحاد صاد، الاتحاد قوة، هناخد من اول عدد لاخر عدد، نبدأ من يسارك لليمين. عندي اليسار عندي كانت سالب 2 وكانت مغلقة، ادي السالب 2 ومغلقة زي ما هي، ما تعملش اي حاجة. اخر حاجة عندك كانت الاربعة، والاربعة مفتوحة زي ما هي، ما خسرناش اي حاجة. طيب والسين فرق صاد، ايه اللي موجود في سين مش موجود في صاد؟ ايه اللي موجود فوق مش تحت؟ اللي فوق مش تحت، الجزء اللي فوق ما لقتهوش تحت الجزء ده. انا بتكلم عن سين، ماليش دعوه بصاد، ما في هنا جزء موجود في صاد هو مش موجود فوق، لكن هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن سين. يعني ايه اللي موجود في السين فوق مش موجود في السين تحت؟ هو الجزء ده هو بس اللي موجود في السين مش موجود في الصاد. طيب الجزء ده بقى نسميه ايه؟ هنسميه باسمه اللي مكتوب بيه، بس الحته اللي عليها مشاكل هنغير الفتره. يعني انا عندي هنا السالب 2 ده عليها مشاكل؟ لا، ده معاهم مفيش اي حاجه، بعيده، ادي السالب 2 مغلقه. تمام، طب ايه الجزء اللي عليه مشاكل؟ الصفر، مسكوا في بعض فيه، خلاص طالما اتشكلوا فيه اغير الايه الفتره بتاعت، هي كانت مغلقه خليها مفتوحه بس. وده بيحصل امتى؟ مع الفرق بس، بيحصل مع الفرق بس. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده. اوجد في ح مجموعة حل المتباينة س 3 س زائد 5 اكبر من سالب الواحد واصغر من 11، ومثلها على خط الاعداد. تعال نحلها الاول بره، ادي سالب واحد اصغر من 3 س موجب 5. تعال نحل. بسم الله. اول حاجة سين عندنا ما بتحبش حد جنبها، ودي حاجة احنا اتفقنا عليها من اول الحصة. انا عندي هنا سين جنبها موجب 3 وقدامها 3، طب اخلص من مين الاول؟ لا، من الموجب، من الجمع الاول او الطرح، اخلص من الايه؟ من اللي واقف جنبها، مش اللي لازق فيها قوي، خلينا ده في الاخر. يبقى اخلص من موجب 5 اقوله باضافة سالب 5 للطرفين، لا للتلات اطراف، ده وده وده. هنزل الطرف الاولاني وضيف له سالب 5، نزل الطرف الثاني زي ما هو بالظبط وضيف له سالب 5، نزل الطرف الثالث وضيف له سالب 5، ونبدأ نحل.
سالب وسالب إشارة سالب واجمع سالب واحد وسالب خمسة سالب ست. موجب وسالب عدد وعكس إشارته العدد ومعكوسه يروحوا مع بعض يديني تلاتة، بقت ايه لوحدها. 11 ناقص 5 هيديني ايه 6. هل س لوحدها؟ لا، ده قدامها التلاتة، اقول له بالقسم اخلص من اللي جنبها، بالقسم على ايه؟ تلاتة، على كل الاطراف. اقسم هنا على التلاتة، واقسم هنا على التلاتة، واقسم هنا على التلاتة. 6 على التلاتة هتديني 2، وعندي اشارة سالبة سيبها زي ما هي. 3 هتروح مع التلاتة، اتبقالي س لوحدها. 6 على التلاتة هتديني 2. كده انا خلصت؟ اه احنا كده خلصنا. ليه؟ علشان انا عندي س بقت لوحدها، عايزه احلها كفتره. انا عندي لما يكون عندي علامه اليساوي اظلل الفتره وتزعل وتتنكد، لكن ما عنديش علامه اليساوي تبقى مفتوحه وخفيفه وجميل. طيب انا عندي هنا هفتح الفتره، هبدا بالصغير اللي هو السالب، فتره مفتوحه، يبقى ده مجموعه الحل سالب 2 الصغيره. طيب والتانية مفتوحه؟ اه التانية مفتوحه زيها بالظبط، دي مفتوحه ودي مفتوحه، يبقى سالب 2 وايه و2، سالب 2 و2. عايز نمثلها على خط الاعداد، هترسم خط الاعداد وهتقولي ده صفر وده واحد وده اتنين وده سالب واحد وده سالب اتنين، سالب اتنين مفتوحة واتنين مفتوحة وما بينهما، ده كده فترة. تمام كده، بسم الله. يبقى هنا عندي فين سالب اتنين، سالب اتنين مفتوحة واتنين مفتوح، ده ميم ح مجموعة الحل. السؤال اللي بعده سؤال رقم ب، اذا كانت س بتساوي جذر 5 زائد جذر 2 و ص بتساوي 3 على جذر 5 زائد جذر 2، اوجد قيمة س زائد ص على س في ص ناقص 1. تعالى نحلها بره. طبعا عندي جذر في مسألة، واحدة جاهزة وواحدة مش جاهزة. السين دي جاهزة، هنقلها على طول اهي، سين بتساوي جذر 5 زائد جذر 2، لكن انا عندي هنا في المقام جذور فانا هعدلها، هاخد الصاد بتساوي 3 فوق وجذر 5 زائد جذر 2 تحت، وهتخلص من الجذر الاول، هضرب فيه المرافق، هضرب فوق في جذر 5 زائد جذر، لا ناقص جذر 2، وتحت جذر 5 ناقص جذر 2. كده انا ضربت في المرافق بتاعه بعكس الاشاره، نزل الصاد زي ما هي. 3 خليها بره وافتح قوس وحط جذر 5 سالب جذر 2، وتحت هنضرب. تمام. طب انا عندي ينفع اقول له 3 في جذر 5 ب 3 جذر 5 و3 في جذر 2 ب 3 جذر 2، ما عنديش اي مشكله، بس خليها بره. لو اختصرنا تحت ممكن تديك 3 وتروح مع بعضها بدل ما ترجع تاخد مشترك تاني. هنضرب بقى، عندي قوسين شكل بعض ومختلف الاشاره، بضرب الاول في الاول، جذر 5 في جذر 5 ب 5، عندي هنا دائما سالب موجب في سالب، جذر 2 في جذر 2 بيديني 2. كده الصاد تقدر تتخلص من ايه؟ من مقام. ازاي؟ عندي ده هيديني 3، فوق هتبقى 3 جذر 5 ناقص جذر 2، كده التلاتة راحت مع التلاتة. اه يبقى الصاد عندي بقت بكام؟ الصاد عندي بقت بجذر 5 سالب جذر 2، يبقى ادي الصاد بتساوي جذر 5 سالب جذر 2. كده معايا السين ومعايا مين؟ الصاد. لسه بقى احنا ما حلناش المساله، احنا جبنا السين والصاد بس. هو عايز ايه بقى؟ تعال نشوف هو عايز ايه. اوجد القيمه س زائد ص على س ص ناقص 1، يعني هجمعهم وهضربهم، هجمعهم وهضربهم. تعال الاول نجمع الايه الاقويس. بسم الله، شيل السين حط قيمتها اللي هي جذر 5 زائد جذر 2 موجب، شيل الصاد حط قيمتها اللي هي جذر 5 سالب جذر 2. كده انا عوضت بس. تعال نشوف تحت، تحت عندي س في ص، يعني ايه س في ص؟ يعني الزقهم في بعض ضرب. ادي الس هي نفسها جذر 5 موجب جذر 2، وافتح قوس للتانيه واقول له جذر 5 سالب جذر 2، ده كله هنقص منه واحد بعد ما نخلص. تمام. تعال بقى نحل اللي فوق الاول. انا عندي جذر 5 وعندي جذر 5 ودي موجبه ودي موجبه، خلاص. طب عندي سالبه وسالبه، مع السلامه. يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي فوق في البسط
جذر 5 وجذر 5 واحد واحد، هنا واحد ما بيتكتبش وهنا واحد ما بيتكتبش، يديني 2 جذر 5. تمام كده. طيب هنا جذر 5 ده قوسين شكل بعض مختلف الاشاره، اضرب الاول في الاول والاخير في الاخير ودائما سالب، او الثاني في الثاني. الجذر 5 في جذر 5 بيديني 5، سالب جذر 2 في جذر 2 يديني 2، سالب الواحد كده. نحل بقى، خلي الاثنين جذر 5 زي ما هي، اهي ادي 2 جذر 5 زي ما هي. تعال نحل المقام، 5 ناقص 2 3، 3 ناقص 1 2. كده خلاص بقت ابسط صوره، هنشيل الاثنين مع الاثنين هيتبقى لي جذر 5 فقط، يبقى ده الايه الاختصار او اوجد القيمه هتساوي جذر 5. ونشوف السؤال اللي بعده. بسم الله. سؤال رقم 5 ألف. اسطوانة دائرية قائمة حجمها 27 باي سنتي تكعيب وارتفاعها بيساوي طول نص القطر قاعدتها، نص قطر قاعدتها، احسب ارتفاعها. هو هنا بيقول لي ان حجمها كله 27 باي والارتفاع بيساوي نص القطر، يعني عين بتساوي نق. ارتفاع يساوي نص القطر يعني عين بتساوي نق. عايز الارتفاع، تعال نشوف. هنكتب القانون الاول، قانون حجم الاسطوانة. قانون حجم الاسطوانة بيساوي باي نق تربيع ايه. هو بقى بيقول لي ان الحجم هنا بيساوي كام؟ 27 باي. هنشيل الحجم ونحط 27 باي، ده الحجم بيساوي 27 باي. طب في القانون اسمه ايه؟ اسمه باي نق تربيع ايه. الوقت هبدا اختصر، عندي هنا باي وعندي هنا باي، مع السلامه. اتبقى لي هنا في الطرف الاول 27 واتبقى لي هنا نق تربيعي. هو بيقول لي ان الارتفاع بيساوي نص القطر، يعني ممكن اشيل النق دي واحط عين تربيع. طب ليه ما حطناش نق؟ نق برضو ممكن تحطها، ما فيش فيها اي مشكله، دي صح ودي صح، بس هو عايز الارتفاع، يبقى انا اشيل النق واحط مكانها عين. نزل ال 27 زي ما هي، النق تربيع خليها عين تربيع، شبكه فيها يعني مضروبه، هنزل ال 27 برضو زي ما هي، عين تربيع في عين في الضرب بجمع الاسس، هاخد عين واحده واتنين وواحد يديني 3، بقت عين تكعيب. عايز اخلص من التكعيب عشان يبقى انا كده جبت الارتفاع لوحده، يبقى عين ايه بقت لوحدها. اخد الجذر الايه التكعيبي، الجذر التكعيب، هاخد الجذر التكعيبي، خد الجذر التكعيبي لل 27 وخد الجذر التكعيبي لعين تكعيب، ده هتروح مع دي تبقى لي عين لوحدها. الجذر التكعيبي لل 27 ايه في ايه في ايه 3 مرات يديني 27، مش عارف اعملها على الاله، هتديني 3، يبقى العين بتساوي 3. تمام كده. عندي الارتفاع هيساوي 3 سنتيمتر، يبقى الارتفاع 3 سنتيمتر. ونشوف اخر سؤال معانا في الامتحان، سؤال رقم ب. الجدول الاتي يبين درجات مجموعه مكونه من 50 طالب في ماده الرياضيات. عندي الدرجات من 10 ل 20 30، طبعا 10 الى 20 الى 30 الى 40 الى 50 الى، وعدد الطلاب 9 12 15 8 6. اوجد احسب الوسط الحسابي اللي هو مجموع القيم على عددها. تعالى طبعا نرسم الجدول. بسم الله. ارسم بقى انت بالمسطرة، ظبط رسمك. المجموعات مركز المجموعة، تكرار مين في كيف. تمام، نصغر الصورة شوية عشان تبقى واضحة. مجموعات ميم كيف. تمام كده واضحة. نبدأ بقى المجموعات. عندي هناخد، بسم الله، نشيل بقى الكتاب ده ونشوف الأرقام بتاعتنا. 10 هنبدأ نكتبها زي ما هي، 10 إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى. تمام. مركز المجموعة انت بتجيبه من المجموعات، المجموعات انت بتنقلها زي ما هي، والتكرار بتنقله زي ما هي لعدد الطلاب. هنا 9 هتنقل 9، هنا 12 هتنقل 12، هنا 15 هتنقل 15، هنا 8 هتنقل 8، هنا 6 هتنقل 6. تمام كده. يبقى احنا كده بتنقل دول زي ما هم. هنا طبعا المجموع
ما بجمعش الا كاف وميم في كاف. تعالى بقى نشوف المركز بجيبه ازاي. بجمع بدايتها زائد نهايتها على 2، بداية الفترة زائد نهايتنا على 2، 10 و20 30، 30 على 2 هتديني 15، هاخد 20 و30 50، 50 على 2 هتديني 25، هاخد 30 و40 70، 70 على 2 هتديني 35، هاخد 40 و50 90، 90 على 2 هتديني 45، ولو زودنا 50 هتديني 55. تمام كده، 50 و60، 110 على 2 تديني 55. ولو جيت تلاحظ هتلاقي نفسك بدأت بال 15 وزود 10 هتلاقيها خلصت. تعالى بقى نجيب الميم في كاف، ده طبعا هتستعمل لها الآلة الحاسبة، هتضرب ال 15 في 9. تعالى بقى نضرب ونطلع النواتج. بسم الله، ادي ال 15، 1 5 في 9 هيديني 135، ادي 135، هاخد ال 12 في 25، ادي 1 2 في 25 هتديني 300، ادي هنا 300، هناخد ال 35، 3 5 في 15 هتديني 525، ادي 525، هناخد ال 45 في 8، 4 5 في 8 هتديني 360، هناخد ايه ال 55 في 6 هتساوي 330. تمام، وهنجمع كل الارقام بقى، هنجمع كل الارقام. واحد نبدأ، ادي 1 3 5 زائد 300 زائد 525 زائد 360 زائد 330 يساوي، يبقى عندي يساوي 1650. تمام كده، يبقى ده المجموع 1650. وهنجمع ده الكاف عشان نحل بقى القانون بتاعنا. عندي الكاف هنجمع 6 و8 ونجمع، ثانية واحدة، 9 1 2 1 5 8 6 هيديني 50. يبقى احنا كده جمعنا. عايزين بقى نكتب القانون، نكتب القانون بقى بتاعنا بره، نكتبه في الكتاب بقى كده خلاص. تمام، بسم الله. الوسط الحسابي بقى هيساوي، الوسط الحسابي مجموع ميم في كاف على مجموع كاف. ميم في كاف ادتني 1650 والمجموع التاني اداني 50، هنعملهم على الآلة. ادي 1 6 5 0 على 5 0 هتديني 33، يبقى ده الوسط الحسابي. خلاص، الحمد لله احنا كده خلصنا محافظة القاهرة. ان شاء الله الفيديو القادم هناخد المحافظة رقم 2 برضو، محافظة القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.